مساء الخير. الليلة طالب من بين نسيم ورافائيل رح يرجع على الأكاديمية بفضل تصويتكم. النتيجة بعد ما انحسمت، تابعوا التصويت لأنه بعد ساعات وبنهاية البرايم نسيم ورافائيل رح يتقرر مصيرهم. أما هلأ فخلونا نقوم بجولة على آخر أخبار الطلاب، والبداية مع صف جديد لمدام ماري. كيفك اليوم؟ تمام. أنا منيحة وأنت؟ أنا تمام. لازم خلصوا تعوا. هلا لازم نومينيشن يبلشوا من اذا مين بيجي على الصف اول شيء بليز، يعني انا كل مره باجي اول واحده. فيك تفوتي تفضلي. شباب بدي منكم روحوا كملوا ترويقتكم، خلوا لي البنات معي. في حديث جانبي ما بتحبيني؟ انا ما بحبها. ما بتحب حدا منا اصلا هالشباب؟ يعني احنا اربع جماعة توب 3 شباب ما حدا بحبنا اصلا. المفروض نمشي. قعد عائل مروان سكروا لي الباب. هلا اول شغله بتعملوها بدكم تروحوا على الكونسرفاتوار، هيدي دو رو ري. تروحوا على الكونسرفاتوار تعملي انت كثير ضعيفه بالسولفيج، كثير ضعيفه دينتك ضعيفه، قدير انك قويه كثير، صوتك حلو كثير، بس دينتك ضعيفه، هي اقوى منك، هي بالدينه اقوى منك. بليز بنتي هالشغله انتبهي عليها، لانه عندك قبول تصير ستار ما في، لأن وقفتك كتير حلو على المسرح، صوتك كتير حلو على المسرح، بتغني كتير حلو وحلوة، والبدك بدك تكملي هالجمال كله. طبعا. هلا أنت بس تظهري وفي شغلة عم بحكي عن الجمال. إذا تقولي شو حلو شو حلو هيدا كله يفوت من هون يظهر من هون. ميرسي بوكو ميرسي، بدكم تشتغلوا على حالكم خلاص. أوكي. وبعدين في شغله بدكم تقولوا لهم ميرسي للاكاديمي اكيد يلي وصلوكم. كيف بتقولوا لهم ميرسي؟ مش بكلمه ميرسي، بتردوا لهم كل التعب يلي عملوا لكم اياه، هيدا الميرسي. صح. ان شاء الله ان شاء الله. هلا فيك تقومي تغني؟ اكيد يلا. خلصتوا فوكاليز؟ يا الله شو مهضومين عن جد، ما كانكم شاطرين سريعين. واو واو عن جد مدام ميري عن جد. عم كملها عن جد. رافائيل عم بشتغل. رافائيل حسيت عليكم عم تشتغلوا، سكرت الباب ولا تظهيرتنا لبرا اصلا طوشنا الكانو مدام. طوشنا، كان الصوت كثير عالي، بنتروق على وين ما قدرنا. يا ويلي اللي بيوقع بلسانكم. يا ويلي مدام بكم تعملوا شغله. ايه اعملوها مظبوط. اكلوها دق بيانو خي انت عم. يعني صبايا طلعوا فرجوني اوضتكم، احكيوا معهم فوق، صبايا عايزتكم، بس مش ضاري انا برا تتجوا وتسكروا الباب تتعلموا فوكاليز لحاله. يعني ما نحن كمان بنتعلم بس نقعد. عرفتي؟ اللي بيوقع بيتعلم. يا اللي بيوقع بلسانك يا رافائيل الله يساعده. الله يساعده. يلا كملي. يلا حنان يلا كملي. كملي كملي حياتي صار تنقل. هلا بليز ولا كلمه خلص دوامي. ايه هلا تاني اكزرسيس ولا الاول؟ لا هلا بلشت. شو بدك تعرف بعد؟ ولا هم، هلا ساعتين زمن نعرف شو صار. لا حنان المفروض تعمل بكره اصلا مش النهارده. يا ويلي مي وتمسكيها ويلا برافو برافو. شفتي قد ايه بتنبسطي؟ طبعا طبعا حبيبة قلبي. برشا صوته يعني أرد بقى عارف يمسك أكتر القرار أحسن. إيه؟ بكتير. وليكي فوق مثل تحت بس أصغر شوي هلأ. بس مش عطر من الأكاديمية رح يكبر.
بس يتابع مدام ان شاء الله ان شاء الله بريمو. هاي امنيتي لانه انتم جيل لازم جيل الوطن العربي يكون ممتاز. خلينا نشتغلوا على حال تشتغلوا على حالكم وتوصلوا بس ايزي لايف ما خلص بكل شيء مش بس بالصوت وبالغنى بالحياه. رافائيل اتصل بوالدته لياخذ منها معنويات لكن الاتصال خلى رافائيل يتاثر كثير. الو 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 ايه ما صباحو صباحو يا بطل كيفك يا عمري؟ ماشي انت؟ منيحه اشتقت لك كثير. وانا كمان. شو اخبارك؟ رواق كله تمام عندك؟ بدي تكسر الدنيا ان شاء الله. بدي تكسر الدنيا انا امي على كل شيء صاير انا هيدا. بس انت بتعرفي انه انا زلمه بس كون مرتاح كتير بعطي كتير وبس كون تعبان شو بتعرفي انت هالشيء انه بيأثر علي. بعرف امي بتعرفي كل شيء عم بيصير. ما بدي مين خبرك ولا انك تزعلي ان تحسيني اني او حدا انه زعلانه انه كيف انا شوي هيك عم تشوفيني زعلان. اللي عملته كتير صوره حلوه عن جد وان شاء الله بتطلع وبتضلك انت هيك طويل البال وبشوف حالي فيك ان شاء الله كفي. بس ما ضل ما وقف. لا ما رح تكفي لانه كثير نحن كل العالم بالي عليك وبكره بتشوف قديش في اشياء ما رح اقدر خبرك على التليفون وقديش اشياء عم بيتصلوا فينا. بدي تنتبهي على حالك وتسلمي لي على بقي كثير وعلى الشباب والبابا كلهم والبابا كثير بيشتاق لك. وبدي اياكم كيف كان هذيك الجمعه المسرح يعني واكثر اكثر بدي واكثر كمان عم بيصلي اشياء ميرسي كثير كنترول ميرسي كثير. نتوقف مع أول بريك مشاهدينا وبنرجع نحن وياكم. خليكن معنا. عودة لمتابعة حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع صف جديد للمسرح مع بيتي. بونجور كيفك سافا؟ سافا ما بدي فيه اطلع اتحمم هلا بهالحشرة بوقت صفي. ايه بدك تتحمم؟ بدك غرقك بالبانيو ليش عم تاخذيها شخصية ما فهمت؟ بونجور بونجور كيفك؟ سافا؟ شو أخباركم؟ يوم رح أعطيكم نص هلا بنقرا سوا. العمل شو العمل؟ انه هلا شو مفروض نعمل؟ مفروض ليش انه خلص علقنا؟ شو شايف حضرتك؟ لا مش مقبول مش مقبول مش معقول. هيي هيي كلها عليك عليك عليك. عمال معروف عمال معروف فيك توقف صريخ ودراما؟ مين بدي اسمعك بهالبحر هلا؟ كان لازم والله انا كان لازم اخذ احتياطاتي. وانت شو على اساس العقل المدبر ومدري شو؟ بس انت اللي وصلتنا هون. ليك ما تبلش تكب الحق علي واللوم علي. يلي صار صار. شو الحل هلا؟ شو مفروض نعمل؟ مفروض انه نلاقي حل. حل تحلك ان شاء الله. الله يستر ما شو بده يصير فينا اليوم. منا مسكرة بوجنا قدام وجهك البومة مسكرة على وجهك على طول متشائم. لك ساعدنا لساعدنا. قوم 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 اتحرك ساعدنا حشك نايم. رافائيل النفق الأسود شايفه أنا من هلا. رافائيل خلاص شيء غريبة شايفها وفي ناس عم تخلقني. أنا مثل ما شايفك وشايفني بدك كفلة طوعك. قوم قوم قوم.
كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي أجي لك أقول لك شوفي شوفي ما عم بتدور ما عم بتدور شو شايفة؟ ما عم بتدور أهلا ما عم بتدور لايك العمل ما في حنان هلا العمل أي عمل شو عمل؟ إنه شو مفروض نعمل؟ مفروض؟ ليش إنه خلص علقنا مروان؟ لا بالبيت مرتاحية سبب دفاية ما دفاية لا مش معقول مش مقبول الحق كله عليك كله عليك يا مروان كله عليك ليكي اعملي معروف فيك توقفي صريخ ودراما علي كان لازم تاخذ احتياطاتك اه والله انا ليش ياي حنان ليش انت شو شغلتك انت شو شغلتك ما انت العائل المدبر خذ السياره وشوف حضره جنابك بنص الليل لمين وصلنا لهون انا وصلتك لهون مش انت يلي عم بتسوق يا مروان حنان ليكي ما تحطي اللوم علي يلي صار صار ما بتعرف تسوق اصلا يلي صار يلي ما عم بتدور السيارة يلي صار صار هلا بدنا نلاقي الحل شو الحل؟ حل تحلك يا ليستر شو بده يصير فينا؟ أي حل؟ شو هي حل؟ أنا لازم روح لازم روح على بيتي هلا لازم لازم يا حل ما في ما في بعد ما وجهك بوم وبتنقي وبضلك متشائمي قومي ساعديني قومي تنظبط الموتور قومي تنعمل شيء أنا كتير متوترة، كتير خايبة، حاسة إنه نهايتنا قربت خلاص ليكي بدك شكف، بدك شكف، يا دوحة الفخمة دمي تقفل العمل ايه العمل؟ هيكون ايه العمل؟ ايه العمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ هعمل ايه؟ هتقفل مني غصب عني، هعمل ايه؟ بكل بساطة تقفل مني غصب عنك؟ اه احنا كده افرضي اتمسكنا دلوقتي، افرضي اتمسكنا هنعمل ايه؟ وانت شايف حضرتك هعمل ايه يعني؟ خلاص اتقفل مش انت اللي عاملة فيها العقل المدبر وتعالى ونظبط وعاملة لنا ومظبطة لنا أمورنا؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ يا لهوي يا لهوي لا مش معقول مش معقول اللي بحصل ده بقولك ايه بقولك ايه بقولك بلحق عليك انت اللي عملتها يا سريك بطلي سريك بطلي سريك ما تعملهاش بقى دراما وتعمل لها سريك انا اتمسك انا وانت انت كان لازم تاخد احتياطاتك احتياطاتي اه انت اللي قايل لي انت اللي قايل لي ان احنا نيجي هنا انت اللي وصلتني لهنا معلش نسيت مفتاح الشقه وانا جاي معلش نسيت نسيت انت وشك اللي زي البومه ده وشك اللي زي البومه ده لو انت على طول متشائمه في كل حاجه دي نعملها اخر سرقه عملناها نفس القصه برضو حصلت الله يخرب بيتك وبيت سنين انا مش قادره حلتها انا خايفه قوي طب ايه الحل دلوقتي ايه الحل ايه اللي ممكن يحصل قومي ساعديني فكر في اي حاجه ما تفضليش قاعده كده قومي 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 لا تفكر فيها عطول بدي احسن باي احنا سلقنا اتجاهنا وخلعنا تعودتوا كتير على ما عندكم ديسيبلين ترجعوا تعيدوا الشهر مرة تانية ومرة تالتة لا مش مزبوط هيدا الحكي مروان ما تنسوا تتواصلوا مع الطلاب عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج أما هلأ رح نتوقف مع بريك وبنرجع نحن وياكم
منتابع اخبار الطلاب يلي كانوا على موعد مع البير بوياجيان وصف جديد للايقاع. كيفكم؟ يا هلا. كيفك؟ هلا اهلا نسيم. كيفك؟ رفيل؟ عباس؟ تعبانين؟ ايه؟ لا لا زلمة بيان تعبانين شوي. اسمع؟ ايه شوي. ايه؟ شو عملنا؟ شوف ما في؟ وحشتين منيح؟ قعدوا شوي نحكي شوي. يلا. اليوم كلنا مطربين ستارز. الله. دخيلك ما تقول هالكلمة. بدي كل حدا منكم ينقي غنية، أي غنية بدها، أوكي؟ طلع هون وهدوليك الباقيين إذا حنان كانت عم تغني، رافائيل، نسيم، هايدي، عباس، مروان، أنا رح ندق لمين؟ لحنان. لحنان، أيوة. أوكي؟ إذا رافائيل عم يغني رح ندق كلنا لرافائيل. هيدا الصف بخلي تحسوا أنتوا عم تغنوا عندكم فرقة ورا، اوكي هلا ما عم تغنوا مع فرقة، عم تطلعوا على المسرح هلا ماينس عندكم ماينس 1 مع دانسرز عم تحركوا، تخيلوا انتم عم تغنوا وراكم باند، مين بيناتكم بده يبلش اول حدا؟ يلا حنان حنونة حنان يلا حنونة ايه حنونة انا بدي افهم حنونة هدول الاثنين لا انا جايز جايز بليز بليز يبلش مروان 5 6 7 8 بس لك تيجي حاندنا
حلو يا عيوني يلا بس لك تيجي حارتنا تتلف حوالينا بس لك تيجي حارتنا كله مرتاح ميرسي لكم ان شاء الله انبسطتم كثير روح روح كنت بدي اخذ سيلفي مع الصبايا كله يلا ارمي خليك قاعد يعني هون هون يلا يلا فرق مع الصبايا بيطلع اكيد ما بيطلع لك والله انت وحظك لا لا خذ خذ انا في بيجي العشره اخر بريك بحلقه الليله مشاهدينا وبنرجع لاخبارنا منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي إدارة الأكاديمية تحدت الطلاب بالجلي الطالب يلي بيجلي كل الجلي بيفوز بخمس دقايق على الهاتف شرط يواصل الغناء أثناء التحدي نسيم كان السباق إلى الطالب كرت إدارة كرت الأكاديمية إعطاء خمس دقائق إضافية للطلاب الذي سيقوم بجلي الأطباق شرط عدم توقف عن غناء خلال هذه العملية يلا بنبلش في يوم وليلة طب قومي قومي عشان يتكلم في التليفون قومي مش هنلحق مش هنلحق يا حلي لقيتوا الورقه انا مش اللي شليت نسيم لسه ما تتبلي خمس دقايق بالتليفون يا خساره نسيم تتبلي شوف مدوني ام منت انا اختي غادي تولد عفك غير مع ماما انا اعطيتك ام منت عقلتي لي هذاك النهار اه نسيم تشوفي با علينا روحنا على بحر شو نزلنا نشرب ودوبنا فيه وإليك كل دقيقة رادك كل يوم
ونعيش سوا من شهدها بتسينا وبكرة مستنينا حجرها عيني ذوق عسل 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 يعني أنا يا حبيبي وجوه الراحة تفضل حبيبي اللي أنا فاكرانا اللي تنا من ضيعة حملاتي على ضيعة كلمة خلاص أنا كل حبيبي حط صمود البتاع يلا نكس النور يا عيني يا ابني نسيمة كمل الجالية أنا دقيقتين أخذ منك يا سهل عمري كله للفرح والحب بجد يا كنترول يعني لو هتدوله خمس دقايق بس انتوا مدخلين نسيم وقف خلص كل الجالي ده معجزة والبار ما تنساش البار لا طيارة شوية عليك وما لحبيبي منو بقول لك على حاجه عشان يبقى في عدل اللي هياخد منك اي دقيقه ينظف البار وينظف الحاجات اللي حواليه غير حاله كان دي ما في اي سوني وغيابه عليا انت فاتت ما ليه لازم شيء يحدث بقلوه والله حال الدرعاوى دهال في حرام عليك فاكيني بلاسين اجتنا رسالة بتقول انه قررت الأكاديمية اعطاء خمس دقائق إضافية للطالب الذي سيقوم بجلي الأطباق شرط عدم توقف عن الغناء خلال هذه العملية حظا موفقا. انا جريت الى المطبخ وقررت انه اجلي كل الجليات مع عدم توقف عن الغناء وفزت بالمسابقة وطلع لي خمس دقائق تليفونات. الو الو وينك تمام توحشتك برشا الو وينك يا بابا لاباس نحوال شو انا وس اسمعني شنو الجو برا عندك سبار دفوراتك سبا كملتهم اسمعك رافائيل وحنان علاقتهم فيها مد وجزر لكن هالمره دخل محمد عباس على الخط انا بليك بعيدان شوي انا وياك اكيد لا اكيد لا انا نايمه طلع نايم باي انا نايمه انا نايمه طلع نايم انا اصلا نايمه نايمه الى من العشرة نايمه احترم حالك رافائيل اوكي انا جربت لشو حنان انت هتسيبيني انا ورافائيل كده وتطلعي تنامي قولي يا عباس مش تيجي تقعد معانا شويه لا انا نايم زيوبرني جمالك حنان مثل ما انت هالغميز الفرد حنان عايزة تقول لرافائيل قبل ما تطلعي تنامي بصراحة بصراحة دلوقتي حالا ها بكره اوكي حياتي عباس اي 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 اوه مي تو شفت هيدا عباس اللي كانت ناطرتنا على هيدا هيدا اللي كانت تايمة بدلك عليها عملتك رافائيل بليز حنان ضوض بحالك وكفاكيشك ونامي ما بعرف يلا انا عم بحكي معه بس ما عم بحكي معه طيب اوكي طب عايز طب قولي له قولي له حاجه شو اقول له بس خليه تعرف ان هو بس بيتدلع عليكي شويه قولي له قولي له طب تصبح على خير يا بيس اوكي ماشي روايه والله العظيم روايه حنان وحيات امي فاذا بموت انا اذا ما بطق إذا ما في إذا ما بفل بدل تسلى هيك وتضحك معه ما بطق ما الحلو فيها والله العظيم إنه شو ما تقلا شيل إنه بتنرفز وبتعصب واحترم حالك شو ما تقلا ما أنا هيك تعمل معك يعني بت 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 يعني هيدا وقت أعلمه ويلا غير واحد تقلي حل عني بس إنه لا بتفوت بتخش وبتنبسط بتضحك إلا نفس تضحك إلا نخ بس تزعل بعد من الدرب ما زعلت تنبز ما ربنا يهديك يا ابني والله ليك ليك شوف حنان عايزة ممكن ثانية كده تعالي أقول لك حاجة صغيرة عيب لا أقول لك تعالي بس تعالي طيب
تركها 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 شوف كيف تجي تركها تركها بتجي لحظة شوف شو بدك تقلي هلا شوف هلا بتفكر بينها وبين حالها شو بدي قلي بتقوم للتخت شوف ايه اخ يا امي شو ذكي انا اخ يا الله شو ذكي انا قعدت بالتخت قلت لك هلا بكره بكره بحكيك لا شو بدي قلي هتا قوم بتعمل مقالب معي عباس؟ لا لا انت لو تعرفي وقال عليك ايه بعد ما انت مشيتي زعلت والله اللي هو قال عليك كده وانت اصلا بتقولي ان انت بتكرهي بس كنت عايز اعرفك ترجع اعرفك بس وقال عليك عباس ايه بعد ما عباس قال ايه ومتسجل يعني كمان عباس عباس ترجع تنام ترجع تنام خلاص 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 مش ما بتستاهل ما بتستاهل حنان يلا صحتنا يلا خلص طلعني يا مطلع عباس هتعمل ايه دلوقتي انا قاعد مع رافائيل شويه بنحكي عنك بنحكي عنك لا انا ما انا ما يكلمش حد يعني اللي هنا دلوقتي ما يكلمش حد عني لا رافائيل من حقه انه يتكلم عنك طول ما هو بيقول كلام حلو ايه الكلام ده ما ينفعش تقولي مش من حقه خلاص ما عادش ينفع كان الاول كده زمان دلوقتي خلاص لا طبعا مفيش حاجه اصلا بيننا انا ورافائيل مفيش حاجه فين زي ما انت سمعت طب بنوي يا عباس بنوي تابعوا التصويت مشاهدينا لنسيم ورافائيل حلقتنا لليلة خلصت لقونا بعد شوي بأحلى برايم باي باي لا 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 ده بجيبك ليام الله وتندمي يا غدارة كيف نسيت الأحلام ده بدوق المرارة رسمة لغير كلام والحب فيك خسارة عيشتيني الوهام وتعرّت الستارة سيري صافي سيري شوفي لك واحد غيري ما غاديش نرجع ليك مهما قعدي سيري صافي سيري شوفي لك واحد غيري